اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تسجيل الدخول على تطبيقكم كام سكانر. نقوم بالضغط هنا على طبل الإضافات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق كام سكانر، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كام سكانر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كام سكانر. وهكذا نكون قد قمنا بحل